اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده هعرفك ازاي تقدر تحدد بين الذكر والانثى في ببغاء او طائر الفيشر او طائر الحب، خصوصا ان المبتدئ بيجد صعوبه في التحديد او التفريق بين الذكر والانثى، وده لان الطائر ده متشابه جدا الذكر من الانثى، شبه بعض جدا، صعب ان انت تفرق بينهم. ولكن شويه تريكات كده او شويه طرق هقول لك عليها بسيطه جدا تقدر تعرف الطائر ده ذكر ولا انثى. مش عايز اطول عليك في المقدمه، يلا بينا نبدا الفيديو. فزي ما عرفنا في المقدمه هقول لك في الفيديو ده ازاي تقدر تحدد بين الذكر والانثى في الفيشر، خصوصا اللي هم متشابهين جدا. يعني مثلا في الروز اقدر اخد بالي ان الانثى هي اللي بتبني العش، هي اللي بتاخد القش او سعف النخيل تحطه في جسمها وتبتدي تخش تبني العش فيه. الفيشر على العكس تماما، الذكر والانثى بيساعدوا بعض في بناء العش، فبتلاقي صعوبه. الطائر ده خجول جدا ودايما طول الوقت قاعد في العش، فهتلاقي الذكر والانثى برضو جوه العش، مش الانثى بس مثلا او الذكر بس، ان التغريد او الصوت تقريبا واحد، هما الاثنين، فعشان كده المبتدئ بيجد صعوبه في التفريق بينهم. فيلا نبدا باول نقطه اقدر احدد بين الذكر والانثى في الفيشر. اول معلومه عايز اقول لك عليها هي انه بيفضل تبتدي تحدد جنس الطائر اللي عندك بعد ما يكمل 6 شهور، لان قبل كده بيكون الموضوع صعب. اول نقطه معانا هي عن طريق النظر، عن طريق ان انت تبص للطائر وهو واقف قدامك. دايما الذكر والانثى لما بيكونوا واقفين عينيا تيجي عشان اقدر احدد بينهم، تيجي على المسافه اللي بين رجلين، المسافه اللي بين رجلين الذكر والمسافه اللي بين رجلين الانثى. دايما هتلاقي الذكر المسافه اللي بين رجليه اقل من المسافه اللي بين رجلين الانثى، وده طبعا لان عظم الحوض عند الانثى اوسع من عظم الحوض عند الذكر، لان طبيعي او بديهي ان الانثى بتضع البيض، فلازم يكون عظمه الحوض، سبحان الله، ربنا خالق عظمة الحوض أوسع عند الأنثى عشان تعرف تضع البيض. تاني طريقة أو تاني حاجة أقدر أحدد بين الذكر والأنثى هو عن طريق شكل الديل. عينك تيجي على آخر الديل وهو الطائر واقف عندك في القفص. لو لقيت شكل الديل في النهاية كده عامل حرف الفي، حرف في أو رقم 7، أعرف إن الطائر دوت ذكر. التاني اللي معايا لما أجي أبص على الديل هلاقي الديل على حرف يو، وحرف اليو ده بيأكد لي اللي دي كده أنثى. يبقى الفرد الاولاني لما كان الديل على شكل حرف في او رقم 7 عرفت اللي هو ذكر، والحرف هنا يو اعرف ان هو انثى. فهنقول مثلا ان الطريقه ديت بتساعد بنسبه 60%. الطريقه الثالثه وهي عن طريق شكل الراس. عند الانثى بيكون انسيابي خالص، يعني بتلاقي الراس نازله بص ملفوفه انسيابيه خالص، ما فيهاش اي بروز او اي فلطحه، شكل انسيابي، على عكس الذكر اللي دايما تلاقي الراس بتاعته مش نازله انسيابيه، هتلاقي فيها حته كده مفلطحه بتشبه رقم 8. لو انا بصيت على الطيور دايما هلاقي الذكر اطول وارفع شويه من الانثى، ودايما الاقي الانثى اقصر واقرب للارض، وده علشان الانثى بيكون رجليها اقصر، وده علشان وضع البيض. بكده اقدر افرق بين الذكر والانثى بطرق بسيطه جدا. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناه علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله. وفي نهايه الفيديو عايز اقول لك ان الفيديو ده هيكون موجود ضمن قائمه تشغيل كامله عن الروز وعن الفيشر، تقدر تدخل تشوفها.